والدة لعبدولي تبكي ألما بسبب الظلم وتفضح من حطموا ابنها. علاش؟ خاطر أنا ولدي زوالي، ريتو علاش أنا ولدي ما تعديش على خاطر ولدي زوالي. حقروني حقروني غادي. أنا ولدي في عند راني نبدا على صباح 6 متاع صباح يطلع للجبل عمين غادي في السطاجي. قال لي وأنا هكا علي خاطر ولدي زوالي أنا؟ خاطر ما يحطش الباك ولدي على الطاولة؟ ما حقيقة الوثائق الخطيرة التي وصلت لوزارة الشباب والرياضة؟ فلاش باك عن المرحلة الأولى من البطولة وخفايا تكشف لأول مرة. ما هي وصفة علاش الكرة التونسية في مرحلتي البلاي أوف والبلاي أوت؟ كاميرا البرنامج تعيد الروح للأمل الرياضي بتزركة. محتاجين مدارج، احنا تقريبا الملعب الوحيد في ممكن نقول في الولايه ما عندناش مدارج. فهمتني؟ كان ترينا في الليل ما تنجم تشوفها حتى نكوروا بريسك جوالات ساعات ما تشوفش بعضها لهنا. سامي شعبان اللاعب السابق لجمعيات قربة والتراجي والنادي الصفاقسي يكشف سرا عن المدرب الوطني السابق يوسف الزواوي، هذا بالإضافة لعدة أخبار حصرية ومفاجآت أخرى تتابعونها في سهرة نهار الاثنين 9:15 متاع الليل من خلال برنامج المساء الرياضي مع صاحبي بكار. استناونا في سهرة متنوعة على القناة الفضائية تونسنا.